صوبه. هيك راح يطلع والله اللي رجع شبعان رجوله الله يستر عليه. والله ما يخاف عليه. وقفت كفو ودخول كفو وطلعته كلها طلعت كفو. الرجال موجود وقريب، كلام اللي قاله قبل شوي كلام طيب، هذا كلام الرفيج على الرفيج. لكن عاد أحدني يحبب أنا أخوك لعلم الغانم ويكسب الرجيل ويكسب الناس، واحدا ما يحبب الشيء. وبناصر عز الله انحرافها كلها كسب احترامنا وكسب معزتنا وكسب طال عمرك، وقول جميل علينا كلنا. وقفته مع أي واحد شنها، وقفته معي أنا، وأنا واقف معي مواقف نصكم ما يعرفها. والله ان انا بنخسره، لكن العوض في روسكم. هذا الكلام نعم هو موجود قريب، هو قريب كلامه بلسانه. نبي نتواجه، نبي نتلاقى، والرفقه تدوم ان شاء الله. والله تدوم، ما هي محصوره مع برنامج. هذا اخوي انا اللي طلع او عنده قدره، لازم الواحد يعبر. لكن هذا الكلام اخوي انا اللي طلعوا كلهم، سواء السبعه ولا الثلاثه اللي قبلهم، كل ما انطلع ولا يوم ابو عماد يوم يطلع يقول كلهم مجتمعين وكلهم باستراحة واحدة، وكل يوم عند واحد وحفل وطلعه وراحه. الرجال متكاتفين، احنا ان شاء الله ان معهم على اخطائهم باذن الله. مشان انا عارف ان الامور هذه كل ابوها، بس ما بعرف مشان. تعني يا ابو ناصر، يا هلا تعني، عرفوا يا رجال. امين وياك بعد الامور طيبه. ابشركم تعال هنا مصر، تعال عندي يا رب. لا احد يحزن، الدعوه سهلات. شوفوني قدامكم مبسوط واضحك، خلوني ما اطلع من عندكم وانتم تضحكون. الامور طيبه. انا بتكلم عشان الشباب بعد يتكلمون، عشان يصير السر زي كذا. انا بعض اعرف بعضهم في الاوقات هذه شجاعته شوي. والله يا ابو ناصر ثم والله وشهادة لا تدورها مني وتلقاها مني. والله ما في شك انك مكسب، وانك ونعم الرجل ونعم الاخ، وانك شبعان مراجل. الله يرضى عليك. واني انا شخصيا تعلمت منك الشيء الكثير. ما عليك زود. ومحبتك مفروضة، ورجولتك واضحة ومتجلية، وأخلاقياتك عالية، ومواقفك ثابتة، ولك معروف علينا كلنا. هذا في ما يخص شخصك، وفي ما يخص حضورك نجم ومقدم رائع. الله يرضى. وعندك موهبة ارتجالية وسيطرة على الموقف وتبني المواقف المفرحة والمواقف حتى المحزنة. فيكم الخير والبركة. رجال قدوة، والرجيل طال عمرك ياخذون من اثرك الطيب ويتعلمون منك، شفتها فيهم حتى لو ما علموني عنها، وانا منهم. الله يرفع قدرك. وانت لنا وحنا لك. وانا يوم اقول اول فالبرايم ان خساره فعلا خروج لي مثلك من مجموعه مثل مجموعتنا تكبر فيك وتقوى فيك. انا صادق في كلامي. الله يرفع قدرك. رجال حطيت اثر كبير، حطيت رياليتي عالي، وحطيت براعة في المبادرات، وبراعة في الكلام، وبراعة في الحضور. وهذه يعني استراتيجية كلنا عارفينها ومؤمنين فيها، لكن عشان أعطي الشباب مجال أنا كل اللي عندي لك. الله يرفع قدرك. ويعلم الله أني من محبينك جعلك دخل ومن جمهورك كلنا البعض، واعتبرك ثالث إخواني. والله يوفق هالوجه الدنيا وآخره. كلنا البعض يا أبو سحاب وابد، وحنا متواجهين إن شاء الله ومع بعض اليوم ودوم. سلام يا ابو مانع. انا عدى اخوي كبير، والله يبغى صادق ابو ناصر. انت كبرتني، انت كبرتني. لا انت الكبر، انت لا اكبر مني في القدر وفي الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك يسلمك.
اسلم يا ابو فارع. انا اقول ابو ناصر بقيت شايك ما تفقد غالي. اي أيوة والله، وهذا سير على قولتهم كل ابونا ماشينا كل سبت وهذا حالنا. صحيح. فانا اقول رايجي للصلو ابو ناصر، انا عارف اعرفه شخصيا وعارف الامور وعارف ليش طلع. لو ادري ان ابو ناصر اقوى منه ريالتي واقوى منه في امور واجد، وابو ناصر لنا وحنا له. ما يحتاج. والله العظيم والله ما في رجال منا الا لابو ناصر جميل في بطنه. مالي جميل اخويا، اخويا ما بينهم. ابو ناصر يابا يطلع، ابو ناصر راعي مقر ما هو براعي ممر، كل ابونا نبي نجيه ويبا يجينا. والله ثم والله ثم والله انك فقيده، وانا خابر ان يمناك مصلط، احنا اعتبرنا يا مصلط يمناك اللي تضربها وشايفك. الله فبشر ابنه اللي تباه يا ابو عيد. هذه الهقوة، هذه الهقوة وابو عيد. الله يوفقنا وياك. والله لا يهينك يا ابو فارع. الله يرحم والديك. طيب ونابع من القلب. الله يرحم والديك. وكلنا مكملين البعض وحنا البعض اليوم ودوم. اسلم يا ابو عمر. ابو ناصر والله اللي مثلك ان فقده خساره. والله اني صادق. ولا قصور في الشباب كلهم، لكن لك مواقف معنا يا ابو ناصر احنا نتنامس فيك. والله اني صادق. الله يرفع قدرك. متلاحقين ان شاء الله متلاحقين. هذا اللي صبرنا هنا العمر كله. هذا اللي صبرنا. كنتوا تجوني هناك وبنتواجه. هذا اللي مصبرنا، لكن يا ربي يستر عليك ويسر امرك. وانت حصان ما ينخاف عليك. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. حبيبنا اورنس. اول شيء والله يا ابو ناصر انك في قيده، هذا اول شيء. ترى اورنس ماسك عمره لين جيت في الغرفه هنا، واول ما ضميته هو يهلها. والله لكن والله لكن والله العظيم من الدمعة هذه انها ما تنزل على الا واحد غالي. والله العظيم انها ما تنزل الا على واحد غالي. وعلي بالحرام انك فقيده يا ابو ناصر، وانك محزم من لا له محزم، وانك ظهر من لا له ظهر. وعلي بالحرام من شهادتي فيك مجروحه. يا ابوك في الجنه وابد، حنا متواجه ان شاء الله. اسلم ابو مبارك. وناصر مهما تكلم مهما اقول، لكن اللي عندي كله اعطيتك اياه تحت الهواء. حبيبي مبارك وصل وصل ما يحتاج. والله ما عندي شك، والله ما عندي شك. يا رب طول عمرك. جعلكم ذخر. سلام يا ابو علي. ابو علي مشاعره واضحه اصلا من قبل البرايم. سلام يا ابو مدعي. والله سالم والله ابو ناصر سمعت سابقته قبل ما اجي البرنامج. الله يرفع قدرك. معلم بعلومه قبل ما ادخل. يوم دخلنا معه من اول يوم عرفنا الرجال. عزاه العزيز انه ركم اركانه هم المتسابقين القريه كلها. الله يرفع قدرك. وكل رجال يعرف ابو ناصر عزاه نحسبها رصيد. الله يرفع قدرك. ابو ناصر على ما قال علمك كلها طيبه. الله يخاف عليك وجعل ربي يسر عليك ويحفظك وياقاك. الله يا ابو ناصر علمك كلها طيبه. الله لا يهينك يا ابو مدعي ومجملين. طيب راس طيب وعلمك غنم كله. ولا بنقول ذا الكلام تمجيد ولا فعل، وشايفينه وشايفين اخويانا كلهم والشاشه شايفته انك مع الكبير ومع الصغير وفي الوقفات الكبار ووقفات الصغار علومك غانمه كلها. لا مني يا عبد الله ولا من اخواني الموجودين وهم دارين. يعجز الكلام عن وصفك يا ابو ناصر. الله يسلمك. انت رجل بمعنى الدعني الكلمه. جعل ابوك الجنه ولا عليك زود. وبما انك تكلمت انا عاد وانا طالع اطلب من الاداره انهم ينظرون في حفل ربع مليون حق شيء. الله يعزك. حتى وانا برا ابرسل التجهيزات وارسل كل شيء لحد عندك. ودي انك تعفين يا ابو ناصر. صل على النبي. انا طالبك ودي انك تعفين. ولما طلعت انا وياك تعال مضى مني دين. ان كانوا بيسمحون الاسبوع الجاي ارسلت لك. ارسلت تجهيزاتك وامورك هنا كلها. وانا بكلمهم وانا طالع. وحفل عبد الرحمن غالب. الحفلين ذي انا متكفل بها وان شاء الله انها تتم باذن الله. والله اللي كفو ان شاء الله ما يردون. انت طيب راس لكن ودك تعفينا. ما حنت لك ولا والله مو من شيء. لا تحن اللي بيناك ومن ذي الامور. لا تحنني الا من الشر. الامور طيبه. مر كفو يا ابو راس. سلم يا ابو غالب. ياوة نبغى كلام. حبيبي والله يا حبيبي. قلت له ان القلب القلب ودخل قلبي وانت عارف ايش ذا الكلام اللي كان بيني وبينك يا حبيبي. فاتمنى لك التوفيق وين ما كنت. الله يسعدك. وراح نفقدك كثير وباذن الله وما تطلع لنا لقاء. ما تفقد الله يسعدك وين ما كنت. يا مرحبا يا حبيبي يا سعد. ابو اسلم. والله الذي نفسي بيده ان البارح ما جاني النوم اني افكر كيف ارد جميع كل البارح معي.
ما سويت شيء. لا والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا والله إن يوم نجهز الحفل إنه كأنه لو شيء صغير إنك تلغيه وتسوي شيء جديد كأنه لك. الله والله الذي نفسي بيني ما شفت إلا أخو جايين من بطن أم واحدة أشهد عليه. ما يحتاج أنت والله الذي نفسي بده وإنه فقيدة وإني قلت كان البلد ما هو قصور بالربع إني أتمنى إني أطلع بدل ما تطلع ولا تطلع أنت. لا لا والله الذي نفسي بده أنت إنسان ولو ما كنت بالبراي من الليلة والله الذي نفسي بده إني ما حضره والله. لا عشان كلكم من غلطكم كل والله لو يخصمون علي والله ما حضر لكني مجبور إني بالبراي. وأنت يا أبو ناس والله إنك فقيدة والله إنك فقيدة ريحان الربع والله إنك فقيدة يشهد علي الله نقولك لكن الله يقدرنا على رد جمايلك. ما في والله إنه جميل والله إنه جميل ويكسر والله يا أبو ناصر جميل ويكسر الظهر والله ما يسويه ما يسويه الأخ من بطنهم والله هذا والله من حبك لي تشوف والله الذي نفسي بيده والله ما هي صغيرة. لا والله لا هذا شيء غير الله يقدرنا ويقد من فرحتنا فيك يقدرني على رد جميل. والله يوفق انت بعد في حياتك يا بعد راس يا بعد راس بس باذن الله نحن ملتقين وهذا زي ما قلت انت سياسه الله. برنامج بإذن والله يكتب اللي فيه خير لي ولكم ولزملائي كلهم يا رب العالمين. الان الظاهر انك فيضت من الدموع سيل خلاص الحين سمعنا كلامك وابتسامتك الزينه دي. انا جيت والله اجمع كلام عجزت ولكن يا ابو ناصر انت سويت بجميل كبير. إيه. انا ما لا تعدون جمايل يا عيال لا تعدون جمايل اعطوني بس لا لا كلامكم يا ابو ناصر انت والله العظيم منك اخو الله يرحم والديك خلاص الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك سيف سلم يا سيف. ابو ناصر انا حاب اقول لك حاجه يمكن ما حد سبقني عليها بالذات لك انت. انا اتاسف لك يا ابو ناصر واقول لك اسف. ليش خليه يتكلم على اشياء صارت قبل يمكن انها بيني وبينك ولا حد يدري عنها ولكن الحين تراها بخاطري والله يمكن انا غلطان عليك اصلا مو يمكن. لا لا يا ابو فهد ما وانت تخبرها يا ابو ناصر كانك تخبرها ببيت الشعر يمكن عندي خمس عندي ايام ذكرتها دخلتنا هنا الى القريه. لا 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 وانا اتاسف لك وبك تحللني من الحين الله يحللك ويبيح منك وابد والله ما شلت في خاطري عليك مثقال ذره. هذا والله من طيبك يا ابو ناصر وابد. وانت احنا اخوان واكثر بعد ابد والله ما في شك يا ابو ناصر وانت رجال طيب وعلومه كلها غانمه وطيب والله يا ابو ناصر والربع تكلموا وان شاء الله انهم يكفوا. اي والله الله يرفع قدرك يا ابو فهد وقدرك يا ابو ناصر اخو عزيز والله. اسلم يا ابو عمان. ما زيد معنا اخواني كلام الطيب وكلام المدح اللي قالوه لك وهي محله وانت تستاهل الشهاده الله وبلسان الجميع انك ريال وقفتك مشرفه مشرفه الله يرحم والديك وتوقف طال عمرك الوقفه تسبقنا عليها كلنا احنا هني عددنا ما شاء الله لكن يوم بعض. ندور الطيب نلقاك سباق له اقول مكملين لبعض بيض الله اقول شديد. اول بدايه اقول لك خاشرناك على الطيب وسبقتنا عليه وخاشرناك على كرامه وسبقتنا عليه ما عليكم وخاشرناك على العلوم الطيبه وجيناك قدامنا بيض الله وجهك بياض الشاش اولا ثانيا ما يعني ما اقول ان مثلا شيء انك مثل ما تقوم من ناحيه الجمايل وكذا على قولتك ما في جمايل بين بين ما طبت الا من طيبكم من بين الاخو واخوه لكن يتاكد والله حلفت والله ان ما حد من هني اللي ما كان سويت فيه جميل والجميل بين الاخوه يا طال عمرك اعتاض ما في سواء بالوقفه المشرفه ولا بالكلمه الطيبه ولا بالفعل الحسن والله يقوينا ان شاء الله ونردك الجمايل كلها ان شاء الله. اقول وافي ولا بين الاخويا جمايل ولا معاريف وكلنا مكملين لبعض والطارف منا سديد والله العظيم كل ما جاء علم كل واحد منكم يتسابق على العلم الطيب بيض الله وهذا مو بغريب عليك نلقاك سباق ابو ناصر بيض الله يرحم والديك. اسلم يا ابو وش يا ابو ناصر والله العظيم اشهد علي الله انك في كفتن ما حد بقربها الله يرحمه وانك من مكاسب البرنامج اشهد علي الله الله يرفع قدرك. كلمت ابوي قبل امس من في الاستديو والله 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 العظيم انه ما وصاني في سلامه غير في ابو ناصر وصل سلامي لابو ناصر سعد الغرمي الله يخلي لك والله والله الله معزت عندي يشهد الله الله يطول في اللحظه انه ما طر غيرها الله يطول في عمره والله يا ابو ناصر نكسبناك يشهد الله يشهد الله نكسبناك وانك من كاسب الدنيا الله يرحمه البرنامج بيروح وكل منا بيقفي لكن رفيقك اللي قبل البرنامج اللي انت جيته ذاك الليل قبل البرنامج زي ما هو
ان شاء الله لا طلعت ان شاء الله هنيه بالمراكز الاولى ان شاء الله ما يضيع وبتلقوني مثل ما انا اهم شيء نجيك انت والمجعلي الله يحييكم الله يحييكم الله يجنفتكم ويا زايد والله انك اخ وعزيز واني اغليك غرم خاص استاهل ابو شاب لكن الامور طيبه انا ما رحت الا بخير الله اللي اختار لي الخروج وانا طالب من الله ان الله يكتب لي فيه الخيره والله اني ما دعيت ولا طلبت الله في البقاء اني طلبت الخيره وين ما كانت ان كانت بقاء ولا خروج فالحمد لله الحمد مثلكم يدري انها خيره لي وينبسط الله يجعلها دعوه سهالات وحنا متلاحقين ان شاء الله لا في فقد ولا في سلم ابو نجا يقول الريجي يعرفون بالمواقف والله انك رجال راعي موقف الله راعي المواقف الله يرحمه وبسعاب احنا نقول راعي شاعر المواقف والله انك راعي المواقف وراعي الوقف الله يرحمه لان كل ابونا والله لا احد يجي عنده مبادره ولا كلمه ولا طلعه ولا روعه لو الموضوع يصير بسيط انك تجي وتكبر بعيون الناس الموجودين كل ابوه لا من وقفه طيبه ولا من هرجه طيبه الله يرحمه لكن اللي لك حق علي ان الله يوفقك ويفتح لك دروب الرزق وين ما وجدت الله يسلمك يا رب الله يوفقك ويستر عليك يا حبيبي يا رب والله يا ابو ناصر الكلام واجد لكن انت راعي الوقفه وراعي القلب الطيب الله يسلمك واخوي الكبير اللي تعلمت منه شيء الواجد الله يرحم والديك ما قصرت معي انا الحالي ولا مع العيال كلهم انا والله ما ادري ايش اقول يا ابو ناصر ابغاك تقول كلمه واحده تقول لا تشيل همي وروح وزهلني الله يوفقك ويسر امرك يا ابو ناصر قول 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 ابشر بي بس اعطني وعد انك ما تطلع ولا برايم لين النهايه باذن الواحد لحد اني اقدم اللي يجمل باذن الله بس هذا اللي يكفي هذا اللي يكفي هذا اللي يكفي سم ماشي الحين انطلق في حمل الكلام انا ادري كم ابو عابد ابو شايب لا تروح اقول انت بيض وجه ابو ناصر وعيد رجال دعوه اقول بيض وجه ابو ناصر وعلمك قال وكل ابونا قلنا من اليوم لا اصبحنا لين اصبح والله ما نوفيك حقك الله يسلمك علومك وافيه وقبل شيء على المسرح كلهم والله العظيم كل منا يتحاول نفسه وده يا ما قال يرضي جمهوره ولا وده يضيق على اخوياه اللي بيطلعون كل ابونا واني اقوم على يدي هنا ناحي الجمهور ولا احنا رجع تعبوا وراي ولا ناحي دمعت واحد من اخوياي الحين والله العظيم احنا بالنار وغار قبل شوي ونروح نبيع كل حال اللي طلع ما هو بشهر طالع ما بعدنا عنا أنت قريب أبو ناصر وحالنا وعلمك وافية ولو أعلم أخوي نظرة كل أبوهم بعلومك في الخفاء الله يرحم والديك يا أبو مانع كلها طيبة ما سوى شيء أقعد تعال يا أبو مانع جيبوه خلوه على راحته خلوه على راحته اسلم يا أبو شايع سم من شهدونا ثلاثة بالخير إن شاء الله ننهى الخير وحن قد حنا 18 رجال وشهدين لك بالعلم الطيب انا حتى ذاك اليوم تعبت كلمتك قلت ابشر بسعد ولا رجعنا طال عمرك الا في الصباح بيض الله وجهك منا لا يطول عمر السلامه عندك وفي ديارك ها هذا من الناحيه الاولى الناحيه الثانيه كل ابونا داخلين هنا نجمل انفسنا ونجمل الرجال اللي ورانا ولا اتفقنا ولا اختلفنا على هذا الشيء وكل ابونا متفقين عليه واستاذه البرنامج نحترمها اما ان يطول عمر السلامه خير وانا والله الذي نفسي بيده لاني مضطر على هذا الحلف كل دون حقه حلال ما يسويه ويفعل اللي يسويه لحقه وما يتجاب عليه لكن انا كان سبب اصبرنا في دخشمك فسبب اختياري طال عمرك لمشاري عمر انه معرفته كثيره في المعارف والاسئله اللي قد يعني اجتمعنا فيها انه هو يعرف لكن ان كان البرنامج هذا يخص عبد الله الكيرعاني في اختيار علشان اقلل من قدر زملائي ولا اقلل من قدر نفسي قدام المتابعين ولا قدام الناس ولا قد اختيار صدي خوي اليوم اصبر يا ابو عمر لو سمحت اعطني فرصه لو سمحت ابغى شيء خاص فيني انا ابغاك بعد ابغى فزعه منك انت بعد سم. قبل تطلع انت قبل اصبر يا ابو عمر قبل ما تطلع انا ابغى فزعه كنت اني انا يا طول عمر السلامه اعلن انسحابي من البرنامج ذا واطلع انا ذا الحين من البرنامج بوجه طيب لا ضريت احد ولا ضريت ولا لا ضر ولا ضرار اما اني اطلع عمر السلامه اصير في الموقف الشين اصير في الموقف السلبي اصير في نظر الناس اللي يتابعونا من شرق الارض ومن غربها بالمنظر اللي ما هو بزين فانا طال عمرك ماني بجاي احتمي اسم رجيل وراي
الا بالعلم الطيب واظهر بالمنظور الشين. انا عند اصحابي من البرنامج مع مطلعك خذني معك الله يرحم والديك، وهذا طال عمرك كان كلامي والله ما قعد البرنامج ذا، والله ما قعد البرنامج ذا. انقعد يا ابو شايع، ابو شايع اسمع، انقعدت يا ابو ناصر والله والله ما قعد يا صالح ابو شايع. لا 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 والله ما قعد والله اصبر والله ما قعد. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي طيب، انا ما تظهر انت، صل على النبي طيب، صل على النبي، صل على النبي، انت صل على النبي طيب، صل على النبي. الموضوع هذا ما عند الرجال هذا، صل على النبي. انا ابغى واجه، يعني شوف هنا شيخ القرية وانتم فيكم انا ما نجال. انا بقول قدام تقول انت وبعتك مجال. انا عندي رسالتين. الرجال هذا طال عمرك اخر جميل سواه هالحين خليني اكمل. الله يرحمه. ايه اسمها جمال، ما لها اسم ثاني. عندك اسم ثاني لها؟ لا ما عندك اسم ثاني. فزعة اخوي. لا لا اسمها جمايل وانا اخوك، اسمها جمايل، واللي يجحد الجمايل وانا اخوك ما في خير. ما في. انا عندي رسالة للجمهور اللي برا. الرجال هذا احنا اللي معاشرينه، وحنا اللي نعرفه، وحنا اللي ذايقين ماكلين وشاربين معه ونايمين معه ومسولفين معه ونبخصها اكثر منكم. مضبوط؟ والله ما يمسه من السمعة السيئة 1%. والله العلي العظيم وأحاسب عليها أنا شخصياً ونوب إخواني فيها. الرجل هذا والله ما ياساه من الشيء السيء 1%. لا تروحون لا بعيد ولا قريب، انشدونا حنا ندرى فيه، حنا اللي معاشرين وحنا اللي نعرفه. الله يرفع قدرك. والله أني صادق وأقول ما أسميهم جماهير، أنا أسميهم متذوقين ومشجعين، جمهوري ومحبين ومتذوقين ومشجعين هذا البرنامج، برنامج الواقع. الرجل هذا مكسب 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 إلكم وجميع وراعي جمايل واستديوه ناجح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات في اليوم الخامس